عشان نرجع تاني، زي ما قلت لكم التوبكس اللي بنتكلم فيها النهارده هي واحده من فيري امبورتنت وهاي ييلد توبكس. احنا بنتكلم عن الهيباتيتس سبيشال النهارده، هنتكلم ان ديتيلز عن الفيرال هيباتيتس، وهنركز في الكلام عن الابديتس اللي موجوده في هيباتيتس بي تريتمنت وهيباتيتس سي تريتمنت. اولا باي ديفينيشن، يعني ايه اكيوت هيباتيتس؟ معناها ان حصل انفلاميشن في الليفر، لكن هذا الانفلاميشن نوت اسوسييتد ويز فايبروزس او نيد ريجنريشن. وجود الفايبروزس او نيد ريجنريشن دي هول مارك اوف ليفر سيروزس، فمعنى ان يحصل فايبروزس او نيد ريجنريشن معناها ده خلاص، لا انا دخلت في كرونيك هيباتيتس او ليفر سيروز. لكن الاكيوت هيباتيتس جاست هيباتيك نيكروزس او انفلاميشن في الليفر without fibrosis. وزي ما قلت انه التايم بوينت كات اوف ان احنا نقول ده اكيوت ولا كرونيك هيباتيتس هو 6 مانثس. اقل من 6 مانثس يبقى اكيوت هيباتيتس، اكتر من 6 مانثس يبقى كرونيك هيباتيتس. طب ايه الحاجات اللي بتعمل اكيوت هيباتيتس؟ رقم واحد وفي مقدمه تسهيل الاسباب هي الانفكشنز. الانفكشنز سواء كانت انفكشنز بي هيبات هيباتنا فيريدي هي هيباتيتس اي وبي وسي ودي واي زي ما هنشوف دلوقتي، او نون هيباتنا فيريدي زي السي ام بي فيروس او الابشتاين بار فيروس او اليلو فيفر او اللي هو انفكشس مونيكوس. فدي ايضا وان اوف ذا كوزز اوف نون هيبنوفيريدي اللي ممكن برضه تعمل لك سام بيكتشر اوف هيباتيتس. بس ايضا الاميبيك هيباتيتس، الاميبا هي حاجات طبعا بتزور ممكن تدخل في الليفر وتعمل لك ليفر ابسس هيباتيك ابس. اوكي، يبقى دي الانفكشنز اللي ممكن تصيب الليفر وتؤدي كان بريزنت ويز هيباتيتس. طبعا هنركز في كلامنا، هنتكلم عن الفيرال هيباتيتس عن الهيبادنا فيريدي فاميلي. لكن هناك ايضا اسباب ثانيه غير الانفكشنز ممكن تعمل انفلاميشن، اكيد انفلاميشن اوف ذا ليفر. من اشهر هذه المواد ممكن تكون توكسيك، مواد توكسيك توكسيك كيميكالز زي الكربون تيترا كلورايد، الفينيل كلورايد من الحاجات اللي بيستخدموها دايما في الصبغات او الطلاء، الايثيلين جلايكول نفس الكلام برضو، او البلو سنيفنج. البلو سنيفنج اللي هو اللي بيشموا كله، طبعا الكله ضمن المركبات بتاعتها بتؤدي الوجود الهيدروكربونز اللي موجوده اللي فيها فيري توكسيك على الليفر، وممكن تؤدي الى اكيوت هيباتيتس اللي ممكن حتى يدخل في سيفير انفلاميشن او نكروز اوف ذا ليفر زي ما هنشوف. بالاضافه الى التوكسيك كيميكالز في عندنا التوكسيك دراجز، يعني في عندنا كيميكالز ودراجز مينلي كان كوز اكيوت هيباتيتس. من اشهر هذه الدراجز الالكوهول، وهنتكلم عنها ان ديتيل، البارستامول في حالات البارستامول توكسيستي، الهالوثين، وقلنا الهالوثين من ضمن الحاجات اللي هي دايركت هيباتو توكسيستي على الليفر، ايضا الانتي تي بي دراج كلهم بيعملوا سام سورت اوف هيباتيتس، الاي ان اتش، الريفامسين، ثامبيتول، باريزينامايد، از ويل از الكيمو ثيرابي زي الميثوتريكسيد، واذر دراجز زي الماو انهبيتور او الانتي ديبريسنت كلور برومازين. كل دي ادويه ممكن بتبقى ليها ايفكت على الليفر دايركت توكسيستي على الليفر. الدايت ده بعض الحاجات بتبقى دوز ديبندنت وبعضها نون دوز ديبندنت. حاجات الدوز ديبندنت زي الكيموثيرابيوتيك ايجنتس الميثوتريكسيد، في حاجات البارستامول، في حاجات نون دوز ديبندنت يعني مالهاش دعوه ممكن حتى بكميات بسيطه او بدوز قليله كان كوز ديس زي الهالوثين الكروبرومازين والانتي تي بي دراجز. لكن لو جينا بصينا للهول مارك اوف اكيوت هيباتيتس، تعالوا بص نكبر الصوره دي كده شويه ونشوف اللي بيحصل ايه. طبعا احنا فاكرين ان الهيباتيك لوبيول هو كان واخد شكل طبعا حاجه كده زي خليه النحل، دايموند شيبد، الموجود هنا في الزوايا كان حاجه اسمها بورتال تراياد، بورتال تراياد، بورتال تراياد، وفي النص في عندنا سنترال فين اللي كده باللون الازرق السنترال فين، والهيباتوسايتس موجوده متوزعه، هيباتوسايتس 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 في النص باين كان الكلايد، وبيفصل كل مجموعه هيباتوسايتس عن بعضها ساينوسايتس اند سو اون. لو خدنا كات اوف من الجزء ده كده، تعالى ناخد من ده كده كات اوف ونكبرها بالشكل ده، ادي شكل هنا كده، ده اهو هنا كده المحيط ده كده، ده البورتال تراياد، وده شكل الهيباتوسايتس اللي في النص البايو كانيكولاي، في النص هنا المفروض اللي بيبقى فيه ساينوسايتس. لو جينا بصينا على الهول مارك اوف اكيوت هيباتيتس اللي بيحصل فيها انفلاميشن في الليفر، فالانفلاميشن في الليفر هتلاقي فيها
inflammatory cell infiltration. والانفلاماتوري سيلز انفلتريشن سبيشالي في البورتال تراكت، يعني في الباثولوجي هتلاقي انفلاماتوري سيلز في البورتال تراكت. رقم واحد انفلاميشن انفلاماتوري سيلز. رقم اثنين اللي بيحصل على مستوى بقى الهيباتوسايتس نفسها، بيحصل بالونينج او ديجنريشن في الهيباتوسايتس اللي بعد كده بيحصل له نكروزس في شكل ابوتوس. فدي تاني تشينج ممكن يحصل في الهيباتوسايتس. يبقى خدنا اول حاجه انفلاماتوري سيلز، انفلاماتوري سيلز مين موجوده في البورتال تراكت او في البورتال تراياد، بالاضافه الى انه الهيباتوسايتس نفسها بيحصل فيها ديجنريشن، يعني بيحصل فيها بالونينج، ممكن يحصل فيها بعد كده اوتوز او نيكروز. از ويل از زي ما انتم شايفين كده انه في عندنا كمان ماكروفيج او اذر انفلاماتوري سيلز بتبقى موجوده هنا، وطبعا في ستيلات سيلز اكتيفيتد عشان خاطر تساعد البروسيس اوف ريبير. ده بالنسبه للاكيوت هيباتايتس. احنا بصينا شكلها هنا كده في الخلايا، الخلايا نفسها الايديم تسكيل زي ما تكون فات سيلز، لا ده نتيجه البالونينج اوف ذا سيلز. وهتلاقي في عندك اهوت ماكروفيج، وفي هتلاقي اذر انفلاماتوري سيلز موجوده جوه الليفر، وده معناه ان دي كيس اوف اكيوت هيباتايتس. الاكيوت هيباتايتس اغلب الحالات كان هيل ويز كومبليت ريكفري من غير ما في اي مشكله، لكن في حالات لا ماي بروجريس من acute hepatitis الى acute fulminant hepatitis. والacute fulminant hepatitis ده medical emergency وحاجه من الحاجات اللي بيبقى فيها high mortality rate اذا حصلت. يمكن جايب لكم الصوره دي عشان نشوف الفرق الجوهري ما بين acute hepatitis وما بين chronic hepatitis. الacute hepatitis زي ما قلت لكم في عندنا هي نفس الصوره اللي فوق، inflammatory infiltrates موجوده في البورتال tract، بيبقى في عندنا السيلز نفسها بيحصل فيها ballooning او degeneration، وسم سيلز زي ما انتم شايفين بيحصل فيها ابوبتوزس وكوليستيزس. كوليستيزس دي نتيجه اديما في الخلايا نفسها، وتيجي تزنق على الباير اللي موجود في الباير كانيكولاي الموجوده هنا. ده يعتبر الهول مارك اوف اكيوت هيباتايتس، انفلاماتوري سيلز او انفلاميشن بالونينج ديجنريشن وكوليستيزس. لكن في حالات الكرونيك هيباتايتس بقى عشان نشوف كده الهول مارك بتاعها ان بيحصل فايبروزس. الفايبروزس ممكن يكون بيري بورتال فايبروزس، يعني حوالين البورتال تراكت نفسها، او حاجه اسمها بريدجنج فايبروزس اللي هو بيوصل ما بين السنترال فين وما بين البورتال تراياد، كل ده بيسموه بريدجنج فايبروزس. فمينلي الهور مارك بيبقى فايبروزس موجود، از ويل از الانفلاماتوري سيلز هنا بتبقى مينلي ليمفوسايتس، وان كانت اقل طبعا من الاكيوت هيباتايتس. فالاكيوت هيباتايتس بيبقى الوضع قوي فيها هو الانفلاماتوري سيلز، السيل ديجنريشن والبالونينج، as well as necrosis and cholestasis. لكن في الكرونيك هيباتايتس لا، بشوف بقى يمكن البروسس على الانفلاميشن بتقل شويه، او الانفلاميشن سيلز هي اللي بتقل شويه، لكن بلاقي بقى الايفكتس بتاعتها ان بقى في عندي فايبروزس، ممكن يكون بيريبيرتال فايبروزس، او ممكن يكون بريدجنج فايبروزس، او حاجه اسمها بيسمال فايبروزس اللي هي بتبقى فايبروزس خلايا فيها او بيعدي فيها الجدار بتاعه البورتال تراكت نفسه. ان شاء الله هنتكلم الكلام ده المره الجايه، واحنا بنتكلم من ديتيل في السيروزس اند باثولوجي اوف سيروس. بس عارفين بس دلوقتي مبدئيا ايه الفرق ما بين اكيوت هيباتايتس وما بين الكرونيك هيباتايتس على مستوى الهيستولوجي بتاعت الليفر نفسها. في الاكيوت هيباتايتس هنبدا نتكلم كلامنا عن الفيرال هيباتايتس. والفيرال هيباتايتس احنا زي ما قلت هي ممكن كان بيكوز باي جروب اوف فيروس بيسموه هيبادنا فيريدي، اللي هو هيباتيتس اي وبي وسي ودي واي، ودي فيروسز ميلي بتاتاك الليفر، يعني البرايمري تروبيك اورجان بتاعتها التروبيزم بتاعتها راحه ناحيه الليفر، فهي ميلي بتاتاك الليفر. في بعضهم يقريب بعض اكسترا هيباتيك مانيفستيشن زي ما هنشوف، بس هي ميلي بتاتاك الليفر. لكن في عندنا اذر فيروسز هي نون هيبادنا فيروسز زي الهيباتيتس، زي سوري الناس اللي عندهم انفكتشس مونوكليوزس، والناس اللي عندهم سايتوميجالو فيروس، وزي اليلو فيفر، لا دي ممكن تاتاك مور ذان وان اورجان من ضمنهم الليفر، لكن البرايمري تروبيزم بتاعتها مش ناحيه الليفر. نبدا نتكلم عن الهيباتيتس اي وبي وسي ودي واي. هنلاقي ان كلهم ديورنج اكيوت اتاك بيبقى لهم ذا سيم برزنتيشن، يعني في الاكيوت انفكشن كلهم ليهم تقريبا ذا سيم presentation اللي هو fever, rectal peculiar pain, fatigue، ممكن تلاقي some sort of jaundice او cholestasis، كلهم في الاكيوت presentation بيقول لهم نفس البيكتشر تقريبا. لكن الفيت بتاعهم او البروجنوس بتاعهم لا بيختلف من واحد للتاني زي ما هنشوف دلوقتي according to، في بعضهم بيبقى ليه
بتعمل some sort of chronicity او chronic infections، وبعضهم مش بيعملوا chronic infections. نبدأ بالكلام عن هيباتيتس اي او التهاب الكبد الوبائي الف. الهيباتيتس اي هو واحد من الكومنست هيباتيتس فورمز عامة اللي بتحصل، ودي بتحصل due to هيباتيتس اي فيروس. والهيباتيتس اي فيروس ده single stranded RNA فيروس، زي ما انتم شايفين كده ده شكل الفيروس نفسه، في حواليه طبعا كور او كبسد، وجواه السنجل ستراند الجيناتيك ماتيريال بتاعته عباره عن سنجل ستراند ار ان اي فيروس. وشايفين ده شكل هيباتوسايت افكتد باي هيباتيتس اي فيروس، شايفين شكل البالونينج او الديجنريشن في الهيباتوسايت قد ايه، بقت عامله زي ما يكون جواها ابيض او جواها فات. لا ده حصل نتيجه ايه؟ انفلاماتوري بروسيس، طبعا في انفلاماتوري سيلز موجوده، از ويل از ان بدا يحصل زي ما قلت لكم acute inflammation of hepatocytes اللي هو ballooning and degeneration of hepatocytes. طيب المود اوف ترانسميشن في حالات الهباتيتس اي فيروس هو بيتنقل ميدي فيكو اورال، يعني بيتنقل نتيجه طبعا الفيروس نفسه كان بيشدد في الفيسز، ولو حد عنده بور هايجين ولا حاجه بيتنقل من ايد لمكان لمكان. الانكوبيشن بيريود بتاعته من اسبوعين الى 6 اسابيع، يعني ممكن الواحد يقعد بي عنده العدوى نفسها الفيروس عمال يريبليكيت اسبوعين 4 اسابيع شهر، هو من ساعه ما جات له البرزنتيشنز هو في حاله انكيوبيشن بيريود لسه ما ظهرتش عليه اعراض. وانس ان حصلت اعراض خلاص بيبقى الشخص ده نون انفكتيف، لكن طول الفتره بقى اللي هو فيها عنده الفيروس غالبا عنده فاتيج، مجرد بين بسيط، دي كلها ديورنج انكيوبيشن بيريود. لكن وانس بقى انه خلاص بقى ظهر عليه جوندس وظهرت عليه مانيفستيشنز اوف اكيوت هيباتيتس بقى مانيفستد، خلاص العيان مش بيبقى انفكتيف. نخلي بالنا بس ان في اكيوت هيباتيتس ايه الحمد لله، يعني هو بيصيب ناس كتير لكن مفيش منه كرونيك ستيت. البرزنتيشن بتوع العيانين دول بيبقى عندهم برودرومال مانيفستيشنز، يعني عنده فتيك، عنده مريز، فيفر ونوزيا، والحاجه الكاركترستيك قوي هو رايت هايبوكوندريال بين وجوندس ونوزيا. يعني دايما حتى انا بتبقى سسبكت كده عنده رايت هايبوكوندريال بين ونوزيا وفيفر. طبعا في ديفرنشال دايجنوستس كتير، يعني ممكن تفكر في بوليسيستايتس، لكن ضمن الحاجات اللي تحطها في دماغك هو الاكيوت هيباتيتس، تبدا تشوف الانفستيجيشنز بتاعها. اغلب هذه الحالات بتبقى سيلف ليميتنج، لكن ريرلي في سم كونديشنز ممكن اكيوت هيباتيتس يؤدي الى كان بروجريس تو اكيوت فيلمنت هيباتيتس. لو الهيباتيك نكروزس النكروز بروسيس كانت وايد سبريد في الليفر كله، لا يؤدي الى اكيوت فيلمنت هيباتيتس. واكثر عينين معرضين ان هم يدخلوا في acute form of hepatitis مع عين عندهم HCV حصلهم on top عليه hepatitis A virus. عشان كده واحدة من indications زي ما نشوف او management for HCV patient انك تديهم vaccination against hepatitis A. ليه؟ عشان خاطر هو العين ده معرض لو جاله hepatitis A هيبقى اكثر خطورة من غيره انه يجيله حصل له complications of hepatitis A او في acute form of hepatitis. طب how to diagnose؟ الدياجنوز بتاعي بيبقى من خلال السيرولوجي، انك تعمل له هيباتيتس اتش اي فيروس اي جي ام. اي جي ام معناها ان العيان عنده اكيوت انفكشن، لو لقيتها عاليه خلاص ده يشخص الاكيوت هيباتيتس. طيب هاو تو مانج؟ العلاج بتاعنا بيبقى سبورتيف كير، يعني مش هعمل اي حاجه خالص، مجرد بس تعالج البين اللي موجود، راحه، بيدريست، يشرب فلويدز كتير، الحاجات دي كلها يعني تبقى فيري افكتيف، وغالبا الديزيز بيبقى سيلف ليميتنج هو بيروح لوحده. لكن لو عنده بدا يدخل في كومبليكيشن زي الاكيوت فورمنت هيباتيتس، لا لازم طبعا تدخله في اي سي يونت وتبدا تبريبير فور ليفر ترانسبلانتيشن. حاجه من الحاجات زي ما قلت لكم المأساويه الاكيوت فيلمنت هيباتايتس. طيب البروفيلاكسيس في العيانين دول، في عندنا الاكتيف اميونيزيشن اللي بتديله طبعا الفاكسين بتديله الهيباتايتس اي كيل فيروس، والجسم بعد كده بيكون انتي بادي اجينست الهيباتيتس اي، وغالبا بيدوه للاطفال الصغيرين او للترافلرز اللي رايحين انديميك اريز. احنا مصر طبعا واحدة من الدول اللي فيها انديميك هيباتيتس اي فيروس. الباسيف ايمونيزيشن، لا ان انا بدي بقى ايمونوجلوبولين جاهز للشخص ده. طب مين الشخص اللي اديله باسيف ايمونوجلوبولين؟ لو حد حصل له ريسنت انفكشن وهو مثلا حد ايمونو كومبرومايز او حد عنده هيباتيتس سي فيروس، فانا خايف انه يحصل يدخل في كومبليكيشن اوف هيباتيتس اي، لا ساعتها ممكن اديله باسيف ايمونيزيشن او اديله بريبيرد ايمونوجلوبولين افتر دايجنوزيس اوف انفكشن. طيب ده بالنسبه للهيباتيتس اي فيروس، الكلام عليه قليل. زي ما قلت لكم هو سيلف ليميتنج ديزيز، بيخف لوحده، اهم حاجه بس سبورتيف تريتمنت، واهم حاجه العيان اتش سي في رجاء تعمل له فاكسينيشن اجينست هيباتيتس اي فيروس. تعالوا نتكلم بقى عن الحاجات اللي يمكن الاكثر اهميه شويه، وهو الهيباتيتس بي.
يمكن هيباتيتس بي واحده برضو من التوبكس اللي بيبقى فيها هاي يلد وبيتكلم عنه كتير. يمكن الحاجات اللي المفروض نعرفها بيسيكالي في الهباتيتس بي، هاو تو دايجنوز، زي شخص اكيوت انفكشن ولا كرونيك انفكشن ولا عيان كرونيك كارير ستيت، ولا اند البوينت الثانيه اند هاو تو تريت، احط بس بلان اوف تريتمنت، مش مطلوب مننا جرعات لكن ابقى عارف ايه هو البلان اوف تريتمنت بالنسبه لي. الهباتيتس بي فيروس ده دي ان اي فيروس، هو دبل ستراندد دي ان اي فيروس، يمكن الوحيد فيهم اللي دي ان اي فيروس ودبل ستراندد هو الهباتيتس بي، الوحيد فيهم اللي دي ان اي هو الهباتيتس بي، وحيد فيهم دبل ستراندد هباتيتس بي. وكونه دبل دي ان اي فيروس ده بيخليه هايلي كارسينوجينيك، يعني اكتر فيروس فيهم بيبقى في عندهم انسيدنس فور تو ديفلوب كانسر هو الهباتيتس بي فيروس. ليه؟ لانه دي ان اي فيروس هو بينكوربوريت، بيدخل جوه دي ان اي بتاعت الشخص نفسه وبيبدا يتحكم في السيلولر بروسيس بتاعته، عشان كده ممكن يعمل اكتيفيشن لبروموتر اونكوجين ولا حاجه ويؤدي الى بروسيس اوف كانسر. الميكانيزم الثانيه يعني هو ليه الاكتيفيتي بتاعت الهباتيتس عامه بتؤدي الى this presentation. الفيروس لما بيدخل جوه الهيباتوسايت نفسها بيطلع expressed viral products على ال MHC class 1 class 2 mainly class 2 اللي بتيجي بعد كده ال antigen presenting cells زي الماكروفاجس وتبدا تتعرف عليه وتاخده فتاكتيفيت التي سيلز عشان خاطر تقول لها لا خلي بالك الخليه دي متفيروسه عايزين نروح نهاجمها. لما التي سيل او الاميونيتي بتبدا تتعرف على السيل انفكتد وذ فيروس تروح جايه داخله ومموتاها. فطالما الخليه ما عملتش اصلا اكسبريشن الفيرال انتيجن الخليه بتفضل سليمه، يبدا الفيروس دورمنت فيها كامن فيها مفيش عندنا اي مشاكل. لكن وانس ان الفيرال كونتنت بقت اكسبريسد على السيرفيس اوف ذا سيل بيبدا ياكتيفيت الاميون سيستم انه ياتاك دي سيلز وتبدا تدمر في الهيباتوسايت. انت بنتكلم عن خليه من الخلايا مهمه جدا زي ما شفنا الرول بتاعها ليها فيري وايد رول اوف فانكشن وهي الهيباتوسايت. فلو حصل ماسيف دامج تؤدي الى على حسب السيناريو اللي بنتكلم فيه، اكيوت سيناريو يعمل لك اكيوت فيرمنت هيباتيتس، لو كرونيك سيناريو زي ما هنشوف يؤدي الى ليفر سيروزس و اذر سايد افكتس. تمام؟ ده الستراكشر اوف هيباتيتس بي فيروس. مهم بس نبقى عارفين التصور العام بتاعه او الشكل العام بتاعه لان ده هيهمني بعد كده وانا بتكلم في استرولوجي ابقى فاهم كل حاجه موجوده. الفيرال السيرفيس بتاعه اول طبقه من بروتين خلاص اللي هي دي، وهي دي اللي بتكسبريس الهيباتيتس سيرفيس انتيجين، يعني اول طبقه من البروتين زي الانفلوب هي دي اللي بتكسبريس هيباتيتس بي انتيجين. طيب الطبقه اللي بعد كده بيسموها الكور، وهي دي بتكسبريس هيباتيتس كور انتيجين اللي هو الكور اللي بيغطي الفيروس نفسه. وبعد كده في عندنا الدي ان اي ماتيريال، الدي ان اي بتاعت الفيروس نفسه الجينيتك ماتيريال بتاعت الفيروس اللي هي الدي ان اي، الدي ان اي. لكن في عندنا اذر بروتينز بتساعد الفيروس فور بروسيس اوف يعني ان يدخل جوه الخليه انفيجنيشن اوف ذا سيل او اتاك اوف ذا سيل والبروسيس بتاعت البروليفريشن جوه السيل زي الدي ان اي بوليمريز. وفي عندنا اذر انتيجنز internal engine مهم قوي هنتكلم عنه اسمه E engine، E اختار لل internal engine او ال envelope engine اللي موجود ناحية الكور. يبقى ديت ال antigens اللي موجودة في الفيروس، again عندك surface engine، ال core engine، ال E engine بالإضافة إلى ال genetic engine. طب إزاي الفيروس ده بيتنقل؟ هو بيتنقل by parenteral route. Parenteral mainly blood product او ممكن عن طريق السلايفا او السيمن، عشان كده بيجي during sexual intercourse او sexual activity. لكن كمان بيجي من خلال ال piercing، يعني الناس اللي بتعمل تاتو او الناس اللي بتاخد حقن دي one of the methods، عشان كده برضه ايضا common في drug addicts. اخر method وهي vertical from mother to child، ودي المود اوف transmission parenteral بالدم ومشتقاته بقى وكل حاجه parenteral as well as sexual activity بالإضافة إلى
vertical from mother to child. الانكيوبيشن بيريود بتاعته احنا شفنا في الهيباتيتس ايه كان 2 الى 6 اسابيع. لا هنا الانكيوبيشن بيريود بتاعتنا اطول 2 الى 6 شهور. يعني من شهرين الى 6 شهور تقريبا. الانكيوبيشن بيريود بتاعتنا اطول. اوكي؟ وهنشوف ازاي يعني في الفتره دي الشخص ما عندوش اي اعراض خالص. How to diagnose patient even حتى في هذه المرحله. البرزنتيشن بتاع العينين دول طبعا بتعتمد على الاكيوتي اوف يعني او التايمنج بتاعت الانفكشن نفسها، هل دي اكيوت انفكشن ولا كرونيك انفكشن؟ During acute infection زي ما قلت لكم كل الهيباتيتس فيروسز بيشتركوا of the same presentation. كلهم بيبقى عندهم فاتيج، ليثرجي، ابدومينال بين، جوندس. الريف بي قوي هنا تلاقي سيفير كوليستيز يعني ما تلاقيش فيها الجوندس العالي قوي زي في حالات الهيباتيتس اي. الهيباتيتس اي بتلاقي ممكن البلوروم بتاع العين يوصل 7 و8، لكن هنا لا مش بيدخل مش بيوصل قوي لهذه الارقام. اوكي؟ والاطفال بالذات لو جالهم هيباتيتس بي بيبقى غالبا كمان اسيمتوماتيك، ما عندوش اي مشاكل. وده ليه؟ لانه الاميون سيستم مش بيتعرف على السيل اللي انفكتد باي هيباتيتس، لان الاميون سيستم بتاع الانفنت بيبقى فيري ويك، لسه ما اتكونش، عشان كده مش بياتاك الهيباتوسايتس وبالتالي بيبقى اسيمتوماتيك. ده بالنسبه للاكيوت اتاك او اكيوت انفكشن. طيب لو العيان ده بعد كده زي ما هنشوف في الفيب بتاعنا دخل فيه كرونيك انفكشن، طبعا بقى فيه برزنتيشنز اوف كرونيك هيباتيتس اند كومبليكيشنز. لكن من ضمن الحاجات الكاركترستيك المهمه قوي بتسال عنها هي الاكسترا هيباتيك مانيفستيشنز. يمكن انا ههتم بالاكسترا هيباتيك مانيفستيشنز في الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي، نبقى عارفين عشان دول ليهم اكسترا هيباتيك مانيفستيشنز. الفيروس بيصيب الليفر، لكن ممكن الديريجيليشن في الاميون بروسيس او الاميون سيستم اللي بيحصل هو الاميون سيستم بياتاك الليفر، لا ممكن ياتاك اذر اورجنز. يعني الاكسترا هيباتيك مانيفستيشن دي بيبقى سببها اميون ديس ريجيوليشن، مالهاش علاقه بالفيروس. الفيروس مش بيروح ياتاك الكدني فبيعمل لي مثلا جلوميرولونفرايتس، ولا بياتاك الفيسلز بيعمل لي فاسكلايتس، لا ده دي ديو تو اميون ديس ريجيوليشن. فالاميون ديس ريجيوليشن عند بريزنتيشن اوف ارثرايتس، ديرماتيتس، بولي ارثرايتس نودوزا، كرايوجلوبينيميا وجلوميرولونفرايتس. الخمس حاجات دول مهمين. بقى تاني اجين العيان ده ممكن بريزنت ويز ارثرايتس، بريزنت ويز ديرماتيتس، بريزنت ويز فاسكلايتس، بريزنت ويز جلوميرولونفرايتس از ويل از كرايوجلوبينيميا. دي كلها مانيفستيشنز اكسترا هيباتيك مانيفستيشنز اوف هيباتيتس بي فايروس. مهم نبقى فاهمين الفيت اوف ذا انفكشن عامل ازاي. يعني حد جاله اكيوت انفكشن بهيباتيتس بي، وات ويل بي ذا فيت؟ الفيت بيعتمد على الايدج اوف ذا بيشنت. هل وده واحد ادلت جات له اكيوت هيباتيتس بي؟ لو ادلت واحد ادلت وجاله اكيوت انفكشن وذ هيباتيتس بي فيروس، ف 90% من العيانين الادلت دول 90% تقريبا هيدخلوا في كومبليت ريميشن. يعني الحمد لله الشخص خف خالص والفيروس يختفي من جسمه تماما، بدات البي سيرفس انجن تختفي والحمد لله الشخص خف كومبليت ريزوليوشن. لكن في نسبه حوالي من 5 الى 10% ممكن يدخل في الكرونيك كارير ستيت. يبقى في نسبه من 5 ل 10% ممكن يدخل في كرونيك كارير ستيت، يعني الفيروس يفضل دورمنت جوه خلايا والفيرال انجنز تفضل نشطه عنده. لكن لو هذه الانفكشن حصلت في انفنت، فبنسبة 90% هذا الانفنت will enter into chronic carrier state. يعني لو حصل ل 90% في الكبار، 90% من الكبار هيخفوا. لو حصل في الانفنت اتنقلوا من الام، 90% من الانفنت هيدخلوا في chronic carrier state. الكرونيك كارير ستيت ممكن يبقى اسيمتوماتيك، لكن هو ممكن يدخل ايضا في كومبليكيشنز. زي ايه؟ زي السيروزز. 40% من العيانين اللي دخلوا بقى في كرونيك كارير ستيت هيدخلوا في كرونيك هيباتيتس وذ سيروز، وحوالي 15 الى 20% من العيانين دول هيدخلوا هيحصل لهم هيباتيتس او هيباتوسيلر كارسينوما، كانسر في الليفر سكندري تو هيباتيتس بي فيروس. مهم نبقى عارفين الارقام. يبقى اجين لو حصل انفكشن لشخص
الشخص ده أدلت 90% يخفوا 10% يدخلوا فيه كرونيك كارير ستيت. من ال 10% اللي يدخلوا كرونيك كارير ستيت ده 40% منهم هيتحولوا او يدخلوا فيه ليفر سيروزس. اوكي، وفي حوالي 15% من العيانين اللي حصل لهم ليفر سيروزس او 15% وزود سيروزس حتى ويدخلوا في اتش سي سي هيباتو سيلر كارسينوما. مين الهاير ريسك فور هيباتو سيلر كارسينوما او الماركرز فور هاير ريسك فور هيباتو سيلر كارسينوما؟ لو شخص دخل في سيروزس او لو شخص عنده اليفيتد اي ال تي او اليفيتد هيباتيتس بي فايرال لود اكتر من 2000، دول العيانين higher risk to develop HCC. عشان كده مهم جدا انك كل 6 شهور تجيبهم عندك تعمل لهم الترا ساوند وتعمل لهم الفا فيتو بروتين to exclude او تعملهم for as screening for HCC. بقى جينا انا بتكلم عن هيباتيتس بي فيروس، عرفت ان هو ده دي ان اي دبل ستراندد دي ان اي فيروس. المود اوف ترانسميشن بي ابيرنتد من خلال البلاد او البلاد برودكتس او سيكشوال انتركورس او فيرتيكال ترانسميشن من الام الى الابن. برضه نسال سؤال، هو ايه احتماليه ان الام الحامل تصيب ابنها؟ الاحتماليه عاليه، بتعتمد على زي ما هنشوف قد ايه عندها هيباتيتس اي انتيجين او الفيرال لود الموجود عندها. لو الفيرال لود عندها عالي او اي انتيجين بوزيتيف، الاحتماليه بتوصل حوالي 90% من الامهات لو ما خدتش تريتمنت هتنقل الفيروس لابنها. والترانسميشن ده بيحصل during labor يعني فترة الولادة نفسها، انتقالات الدم الأم بيختلط بدم البيبي، بيبقى عندهم سهل جدا إن الفيروس يدخل البيبي في هذه المرحلة. أوكي؟ لكن لو العيانة هيباتيتس إي أنتيجين نيجاتيف والفيرال لود بتاعها قليل، لا ممكن توصل نسبة حوالي 10-15%. تمام؟ عشان كده مهم جدا لأي أم حامل عندها هيباتيتس بي هيباتيتس بي فيروس والكرونيك كارير ستيت او اكتيف انفكشن، لا تدي لها بروفيلاكسيس بادويه عشان خاطر تقلل الفيرال لود وتقلل الانسيدنس اوف ترانسميشن من الام الى الابن. دي النقطه. اجين البرزنتيشن، لو انت بتتكلم في اكيوت انفكشن فكل الاكيوت برزنتيشنز واحده، ليثرجي، فاتيج، ابدومينال بين، فيفر وجونس. نعرف بعد كده الفيت اوف ذيس انفكشن بالنسبه لهيباتيتس بي. بتكلم شخص ادلت 90% هيخفوا، 10% يدخلوا في كرونيك كارير ستيت. من 10% يدخلوا في كرونيك كارير ستيت دول 40% منهم هيدخلوا في ليفر سيروزس، تليف في الكبد. وحوالي اجين حوالي 20 او 30% من العيال اللي جالهم سيروزس هيدخلوا في اتش سي سي. طب واللي ما جالهمش سيروزس في نسبه برضه حوالي 10 او 15% منهم يجي لهم برضه اتش سي سي. طب مين عيان له هاير ريسك يحصل لهم اتش سي سي؟ الناس اللي عندهم سيروزس، الناس اللي عندهم اي بي تي عالي، الناس اللي عندهم فيرال لود عالي. عشان كده مهم جدا ان اتابع اي حد عنده كرونيك كارير ستيت اتش اتش بي فيروس او هيباتيتس بي فيروس، ان اعمله فولو اب فور اتش سي سي من خلال اني اعمل له الترا ساوند واعمل له الف فيتو بروتين كل 6 شهور. نيجي بقى لاول حته بيحبوها، التشخيص. How to diagnose؟ عشان نفهم الدياجنوسيس طبعا الدياجنوسيس بيعمل من خلال السيرولوجي والبي سي ار، سيرولوجي وبي سي ار. لكن how to interpret السيرولوجي، فلازم نبقى فاهمين ايه هي اصلا الانتيجنز اللي اكسبريس على السيرفيس بتاعت هيباتيتس بي فايروس. الصوره اللي احنا بنتركه في الاول دي نرجع تاني فيها. الهيباتيتس بي فايروس فيها 3 لايرز، اول لاير السيرفيس الكور، ثم تاني لير الكور، ثم تالت لير الدي ان ايه. وعند السيرفس عامل السيرفس والكور في حاجه اسمها الانفلوب او الاي انجن. فاحنا عندنا 3 انجنز، السيرفس انجن، الكور انجن، والاي انجن. دول 3 انجنز اللي موجودين على سطح الهيباتيتس بي فيروس. وطبيعي اي انجن هيكون ضده انتي بودي، فيبقى عندي هيباتيتس اي اس هيباتيتس السيرفيس انجن بداله هيبقى هيباتيتس سيرفيس انتيبادي. وزي ما في هيباتيتس كور انجن يبقى عندي هيباتيتس كور انتيبادي. وزي ما عندي هيباتيتس اي انجن يبقى عندي هيباتيتس اي انتيبادي. تمام؟ طب ايه الفاليو بتاع كل واحد؟ يبقى نتكلم عن كل واحد ان ديتيلز. اول حاجه هيباتيتس سيرفيس انجن. الهيباتيتس سيرفيس انجن ده هو اول ماركر فور انفكشن.
يعني لو العيان اول ما الفيروس يدخل جسمه هتلاقي الاس انتيجين بتاعه عالي، معناها ايفيدنس اوف بريزنس اوف فيروس ان ذا بادي. طيب المفروض في الشخص الطبيعي اللي هو هيدخل ان شاء الله في الكورس بتاعه ويخف، البدائل السيرفيس انتيجين يقعد في الجسم لمده 6 مانثس اونلي. لو طول ولقيت البدائل السيرفيس انتيجين اكتر من 6 مانثس، this denotes ان البيشنت دخل في chronic state chronic disease. يبقى الهيباتيتس سيرفيس انتيجين معناه ان العيان عنده الفيروس، لقيته يبقى عنده فيروس. طب عنده اكيوت ولا كرونيك؟ شوف الديوريشن، الديوريشن اقل من 6 شهور يبقى اكيوت، اكتر من 6 مانس يبقى عنده كرونيك هيباتيتس بي انفكشن. تمام. طيب امال ايه هيبقى الهيباتيتس سيرفيس انتي بادي؟ الهيباتيتس سيرفيس انتي بادي معناها ان الشخص ده اميونايزد تو هيباتيتس. معنى الشخص ده ايه؟ immunized، فالدينوتس فور immunity. وجود سيرفيس انتي بادي معناها immunity، ودي بتحصل في حاله من الاثنين، يا اما الشخص vaccinated خد فاكسين عمل immunization، يا اما الشخص جات له infection وخف منها وبقى محصن ضد اي infection ثانيه، يبقى previous exposure وخف منها تماما. فوجود الهيباتيتس سيرفيس انتي بادي it denotes حاجه من الاثنين، it denotes again immunization او immunity، ان عندها شخص محصن، يا اما محصن بالفاكسين يا اما محصن بالبريفيس انفكشن جات له وخف منها. دول اول اثنين، السيرفيس انجن والسيرفيس انتيبادي. طبعا هنتكلم بعد كده عن ثاني اثنين، كور انجن وكور انتيبادي. Actually الكور انتيجين مش موجود في الدم. What is not detected in the blood. ده موجود بس في الليفر. ليه؟ لانه هو مسؤول عن الكور بتاع الفيروس نفسه، فهو موجود في الليفر during replication وما بيخرجش عن الليفر. فالكرونيك الهيباتيتس بي كور انتيجين كان نوت بي ديتكتد ان ذا بلاد، ريحنا. طب الكور انتيبادي؟ قال لك والله الانتيبادي فيه من نوعين، اي جي جي واي جي ام، زيه زي اي انتيبادي في الدنيا. اي انتيبادي في الدنيا في البرايمري انفكشن بيعلى الاي جي ام، يعني في الريسنت انفكشن بيعلى مين؟ الاي جي ام. فانت لو لقيت حد عنده هيباتيتس بي كور انتي بادي اي جي ام، معناها ريسنت انفكشن، معناها ريسنت انفكشن. اوكي، اكيوت او ريسنت الاثنين بنفس المعنى، معناها ريسنت انفكشن. لكن لو لقيت هيباتيتس بي كور انتي بادي من نوع اي جي جي، معناها بريفيوس انفكشن، معناها بريفيوس انفكشن او كرونيك ستيت. فالكرونيك الاي جي جي معناها حاجه من الاثنين، يا اما جات له انفكشن وخاف، يا اما جات له انفكشن وكمل بيها بقى كرونيك، يبقى previous or current. previous or current. يبقى هو يمكن الوحيد اللي بيحمل معنيين حتى هذه اللحظه هو الهيباتيتس بي كور انتي بادي اي جي جي. يبقى لو لقيته معناه حاجه من الاثنين، يا اما العيان ده جات له انفكشن وخف، يا اما جات له انفكشن وموجوده. طب اعرف منين ده جات له انفكشن وخف ولا جات له انفكشن وموجوده؟ يعني اعرف منين ده خف ولا كرونيك؟ اعمله هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين وانتيبادي. لو لقيت الانتيجين لسه موجود يبقى كرونيك، لو لقيت الانتيجين مش موجود ومكانه انتيبادي يبقى يعني جات له انفكشن وخف. خلاص؟ يبقى ببساطه جدا عرفنا هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين وهيباتيتس بي سيرفيس انتيبادي، كور انتيجين كور انتيبادي اي جي جي واي جي ام. يتبقى ليه حاجه بسيطه خالص، وهي بتاتس بي اي انتيجين واي انتي بادي. اي انتيجين معناها اللي عنده هاي انفكتيفيتي، اي انتي بادي معناها لو انفكتيفيتي، بس كده. يعني اي انتيجين ات دينوتس انفكتيفيتي، ملهاش دعوه لا بتايم ولا بديوريشن ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف، ده معناها ان عنده انفكتيف يعني بيعدي الاخرين ولا نوت انفكتيف. اي انتيجين عالي معناها عندها هايلي انفكتيف، اي انتيبادي معناها نوت انفكتيف. يمكن الجدول اللي قدامنا ده بيورينا كل واحد فيهم الفاليو بتاعته ايه، وامتى بيبقى نشط وامتى مش نشط. لكن تعالوا نسكيب الفاليو ده وندخل على الدياجرام اللي قدامنا ده. الدياجرام ده شكله ظريف ولذيذ. هو ده بيورينا الناتشرال هيستوري اوف هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين انفكشن في واحد من ال 90% اللي هو جات له الانفكشن وخف على طول. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه في اول 6 مانثس، انتوا شايفين اهوت الترقيم اللي قدامنا دوت على الاكس اكسس ده بالمانث. في اول 6 مانثس
متوقف كل حاجه الوان. في اول 6 مانثس طلع الهباتيتس بي سيرفيس انشن، وده اول واحد بيطلع اللي هو معناه ان فيه انفكشن، واول ما وصل ل 6 مانثس هو قال اوكي. بعدها بدا يبقى فيه انتي هباتيتس بي سيرفيس انتي بادي، سيرفيس انتي بادي بعد كده ظهر بعد بعد السيرفيس انتيجن ولا السيرفيس انتي بادي. طب حد يقول لي طب ما انا شايف في فجوه زمنيه ما بين اختفاء السيرفيس انتيجن وما بين ظهور السيرفيس انتي بادي، طب هاو تو دايجنوز ذا بيشنت ان ذيس تايم؟ دي بيسموها ويندو بيريود. يعني ايه ويندو؟ يعني شباك. ليه؟ لانها بين مرحلتين انتقاليتين، بين اختفاء الانتيجين وظهور الانتيبادي. الماركر ات ذيس ستيت بيبقى الهيباتيتس بي كور انتيبادي اي جي ام. هيباتيتس بي كور انتيبادي اي جي ام هو اللي بيبقى اكتف في هذه المرحله. اوكي؟ وزي ما احنا شايفين ادي الكور انتيبادي اهو من الاصفر، كور انتيبادي اهو بيظهر ويفضل مكمل مع العيان. الاي جي ام يظهر ويختفي، والاي جي جي بعد كده بيكمل مع العيان. وزي ما قلت لكم الدونيتس الدينوتس حاجه من اثنين، يا اما ان العيان دوت عنده اكتف انفكشن، يا اما جات له انفكشن وخف. اتاكد ازاي؟ ابص على السيرفس انتجن. لو لقيت السيرفس انتجن مكمله يبقى دوت كرونيك انفكشن، لو لقيت السيرفس انتجن اختفت يبقى ده عيان خف. امال ايه حكايه الاي انتجن؟ هي انتيبادي زي ما قلت لكم، الاي انتجن ده بتاع الانفكتيفيتي، ودي انتيبادي معناها لو انفكتيفيتي. اهو ادي اي انتجن ده بيظهر على طول في الشهر الثاني ويختفي على طول في الشهر الرابع، والاي انتيبادي خلاص بقى العيان بقى لو انفكتيف بيظهر في الشهر الخامس وبيكمل مع العيان. ده السيناريو التيبيكال لواحد جاله انفكشن وخف، تمام. لكن لو دخل في كرونيك فيز زي ما قلت لكم، لا هتلاقي ساعتها الكور انتيبادي مكمل، وهتلاقي بديل لي ان السيرفيس انتيجن مش جه واختفى، لا ده جه وكمل مع الكور انتيبادي. يعني كده دي البيكتشر بحد عنده كرونيك. في ثلاث سيناريوهات مهمين نبقى عارفينهم بقى. السيناريو الاولاني واحد عنده بريفيس immunization، واحد زينا كده الحمد لله متطعم، واغلب الاطباء طبعا لان احنا واحد من الناس الهاي ريسك جروبس فلازم كلنا نتطعم. هتلاقي عندنا ايه؟ احنا واخدين تطعيم وامورنا كويسه. هل هتلاقي عندنا سيرفيس انتيجين؟ لا، سيرفيس انتيجين ده معناه اكسبوجر. لكن هتلاقي عندنا مين؟ السيرفيس انتيبادي. ليه السيرفيس انتيبادي؟ لان احنا واخدين موديفايد هيباتيتس بي سيرفيس بارت، ناخد بارت من الكبسول اللي بيحفز الاميون سيستم عندنا ان يكون السيرفيس انتيبادي. طب هل هتلاقي عندنا هيباتيتس بي كور انتيبادي؟ لا مفيش، لان برضو معناها كور انتيبادي معناه ان حد حصل له اكسبوجر. لكن احنا يا دوب واخدين بس ايه زي ما قلت لكم ديريفيتيف من الفيروس وكون ضده هيباتيتس بي سيرفيس انتيبادي، بده في حالات الاميونايزيشن. طيب حد جات له انفكشن وخف، جات له انفكشن وخف. اوكي؟ هتلاقي عنده مين؟ هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين مش موجوده لانه خف، وكور انتيبادي موجوده لان معناها ان حصل له اكسبوجر. طب حد جات له انفكشن وكملت دخل في كورونا كارير ستيت، هتلاقي عنده هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين بقت بوزيتيف لانه ستيل عنده انفكشن، وكور انتيبادي موجوده لان عنده اكسبوجر. خلاص؟ يبقى كده دايما ابقى عارف السيرفيس انجن معناها فيروس موجود ولا مش موجود. لو السيرفيس انجن بوزيتيف يبقى موجود، موجود اكيوت او كرونيك اعرفها منين؟ من الكور انتيباتي. طيب الكور انتيباتي اي جي جي كرونيك انفكشن او بريفيس اكسبوجر، اي جي ام اكيوت انفكشن، تمام. اخر حاجه الاي انجن انفكتيفيتي مش موجوده يبقى لو انفكتيف. يبقى دلوقتي عرفنا ازاي نشخص هيباتيتس بي فيروس، واعرف ازاي افرق من شخص عنده acute infection، حد عنده chronic infection او chronic جات له infection وخف تماما، او جات له infection وداخل في chronic carrier state، او حد بقى immunized. دول الاربعه سيناريو بتوعي. يجي بعد كده how to treat hepatitis B.
هاو تو تريت هيباتيتس بي. في الاكيوت انفكشن زي ما قلت لكم هو زي بقيه كل الهيباتيك فيروس في الاكيوت سبورتيف تريتمنت، وان شاء الله يكون واحد من الناس اللي حظهم كويس من 90% او 95% اللي هيخف ما يحصلوش اي مشاكل. ففول اب بعدها لو لقيت العيان خف خلاص الحمد لله اموره خفت وهو كان من المحظوظين اللي جالهم الانفكشن وخف. طب لو لقيت عنده بيرسيستنس اوف هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين ده يبقى معناه العيان ده بقى تعالى يا خير انت كده دخلت في كورونا كارير ستيت. طب كورونا كارير ستيت تو تريت اور نوت تو تريت؟ هنا يكمن السؤال وركزوا معايا في النقطه دي شويه. مش كل العيانين في الكورونا كارير ستيت شود ريسيف تريتمنت. مش كل العيانين في الكرونيك كارير ستيت should receive treatment. Actually احنا بنقسم الكرونيك كارير ستيت الى مراحل الجدول اللي قدام كده كده 4 stages. حاجه اسمها immune tolerant و immune clearance و immune control و immune escape او immune reactivation. اخر واحد escape او reactivation. طب وانا بقسمه بناء على ايه؟ بناء على هذه الماركرز. رقم واحد ال A ال T level، رقم اثنين ال D ان A level، رقم ثلاثة ال liver biopsy. دي محددات اعالج ولا لا؟ يبقى again محددات ان انا ادي علاج ولا لا في حالات الهيباتيتس بي كرونيك كارير ستيت او كرونيك انفكشن. رقم واحد الاي ال تي ليفل، اثنين الدي ان اي ليفل، رقم ثلاثه بلس اور ماينس الليفر بايوبسي. لو واحد لقيت عنده الليفر انزيمز عاليه في السمنه او الدي ان اي عالي في السمنه او الليفر بايوبسي قال ان في فايبروزس، كل دي ار انديكيشنز فور تريتمنت. انديكيشنز فور تريتمنت. طب غير كده ما تعالجش ليه؟ لان تعالوا نشوف بقى الناتشرال هيستوري اوف هيباتيتس بي فيروس قصته بتحصل فيها ايه. واحد عنده هيباتيتس بي فيروس ايه اللي بيحصل؟ اول مرحله تعالوا نبدا نتخيل طفل اتولد نيونيت، الام عندها هيباتيتس سي هيباتيتس بي ونقلته للبيبي as vertical transmission during labor. ايه اللي بيحصل؟ زي ما قلت لكم الطفل بيتولد عنده الفيروس موجود بيدخل جوه الهيباتوسايتس، لكن الاميون سيستم بتاع الطفل لسه ضعيف مش بيتعرف على الفيروس. يعني الفيروس موجود، الفيروس اكتف، الاي انجن بتاعه عالي او اي انجن بوزيتيف والدي ان اي ليفل عالي، لكن ال ALT او الليفر انزيمز نورمال. ليه نورمال؟ لانه زي ما قلت لكم هي دي كانت بتحصل ديو تو هيباتيك نيكروز، والهيباتيك نيكروز كان بيحصل ديو تو اميون اكتيفيشن. يعني اميون سيستم بيتعرف على الهيباتوسايت اللي جوه الفيروس يروح يدمرها فبيعلى الليفر انزيمز وبتحصل البروسيس بتاعت الانفلاميشن او الاكتيفيشن او الاكتيفيشن. لكن في النيونات ما عندوش القصه دي كلها، لا بتلاقي اي انتجين بوزيتيف، بتلاقي الدي ان اي فيروس عالي، لكن الاي ال تي نورمال. في هذه المرحله بيسموها اميون توليرانس. اميون توليرانس في هذه المرحله دو نوت تريت، جاست فولو اب من 6 شهور الى 12 شهر. دو نوت تريت ليه؟ لانه الحمد لله هو اصلا ما عندهوش ايفكت على الهيباتوسايتس، الهيباتوسايتس الحمد لله سليمه، مش داخل في البروسيس بتاعت السيروزس. That's why do not treatment only follow up. بالمرحلة اسمها immune tolerance. طيب مع الوقت ايه اللي بيحصل؟ بيبدأ الإيميون سيستم ينشط شوية، يكتشف المصيبة الموجودة جوه الهيباتوسايت. فستيل this patient عنده هيباتيتس بي اي انتيجين بوزيتيف، تمام؟ الدي ان اي فيروس الفلو بدا يقل شويه، بيقل شويه لكن ستيل هاي، لكن بدا يحصل ايه؟ اليفيشن اوف ليفر انزيمز. ليه؟ لان الاميون سيستم بدا
يتعرف على الفيروس، فبدأ يهاجم الهيباتوسايتس وبدأت الخلايا تموت ويحصل بروسيس بتاعة سيروس. عشان كده during this stage treat the patient في الإميون clearance. Clearance of ايه؟ Clearance of الفيروس نفسه، يعني الإميون سيستم نفسه بدأ خلاص يتعرف على الفيروس أو الهيباتوسايتس اللي موجودة جوه الفيروس. That's why بدأ يحصل فيه progression of the disease. عشان كده during this stage اللي هي الإميون clearance treat the patient. You should give treatment عشان خاطر تقلل البروسس بتاعت ال activation of immune system. ما دي immune clearance. يبقى الفرق ما بين ال immune tolerance وال immune clearance هو ال immune system بتاع الشخص. ال immune system لما كان نايم مش شايف الفيروس، في immune tolerance ال ALT كان كويس، do not treat. أما لما ال immune system بدأ يفوق بدأ يهاجم الفيروس، ال ALT عالي، treat the patient to save hepatocytes. نشوف بعد كده في المرحلة اللي بعدها. في المرحلة اللي بعدها بيسموها immune control. بعد long period ايه اللي بيحصل؟ ال E antigen بيبقى negative. ال E antigen بيبقى negative وبتظهر anti E antibody. anti E antibody خلينا نفرطها في زي ما احنا كنا في اللون الازرق. بقى negative. بدأت تظهر anti E antibody. في هذا الوقت بدأ الفيرال لود نفسه يقل زي ما احنا شايفين كده، فيرال لود قل، الـ E antigen اختفى، رجع الحمد لله الـ immune system لقى الخلايا مش activated، الفيروس بيخمد، رجع ينام ويدخل جوه بيته تاني. في هذه المرحلة بسميها immune control. ليه؟ لأن خلاص يعني أنت موت الخلايا اللي فيها activity of the disease، والفيرال لود الحمد لله بدأ يقل، الـ E antigen يبقى negative، والحمد لله الليفر ALT بتاعنا كويس نورمال. ففي هذه الحالة اللي هي مرحلة الـ immune control do not treat. ليه؟ كل حاجة في معدلاتها الطبيعية. هو ده غالبا الـ asymptomatic carrier state، يعني عن أغلب العيانين بيدخلوا في acute infection وبعد كده في chronic state. asymptomatic liver enzyme بتعملها تلاقيها كويسة، الفيرال لود بتاعه قليل، خلاص يبقى غالبا هو ده العيان في هذه المرحلة بيسموها immune control. هل اسيبه واقول على كده خلاص بقى العيان ده مش هفكر فيه تاني؟ لا، مهم جدا برضو انك تحط له جدول متابعه كل 6 الى 12 شهر. ليه؟ لعل وعسى يدخل في المرحله اللي بعدها وهي الاميون اسكيب. اسكيب من ايه؟ اسكيب من الاميون سيستم، يعني الاميون سيستم او اسكيب من الكنترول نفسه. كان الاميون سيستم عامل كنترول وكان الحمد لله نايم ومستغطي، لكن مرة واحدة بدأ يحصل فيه activity of the disease. بدأ ال DNA الفيرال لوب بتاعه يعلى. خلي بالكم عند ده لسه ستيل عنده E antigen low وال E antibody positive، لكن بدأ يحصل الفيرال لود يعلى، عمل activation of immune system again، بدأت تأتاك الهيباتوسايتس وبدأ يعلي الـ ALT مرة تانية. ومعنى إن ALT عالي معناه إن في ماركر أوف دامج أوف هيباتوسايتس، نتيجة الإميون سيستم اتعرف على الخلايا اللي موجود فيها الفيروس. طبعًا during this state أنت بتزود الريسك فور سيروزس، عشان كده treat this patient. يبقى إحنا بنعالج في المرحلة اللي بيبقى فيها increase of ALT أو liver enzymes. ليه؟ لأن ده ماركر فور هيباتوسايت دامج. المراحل اللي بيحصل فيها كده either immune clearance يعني immune system بدأ يتعرف على الهيباتوسايت وموتها والفيرال لود قليل، او immune escape الهيباتوسايت بتعرف على ال immune system بتعرف على الهيباتوسايت وموتها والفيرال لود عالي. دي المراحل الاربعه بتوع العيانين اللي بيدخلوا في كرونيك فيز. يبقى اجين اول مرحله هي الاميون توليرنس، الاميون سيستم نايم، الليفر كويس جدا ما اتعالجش. تاني مرحله هي الاميون كليرنس،
الميون سيستم صحي بيكسر في الليفر ولسه ستيل الفيرال ماركرز عالية. تالت مرحلة وهي الاميون كنترول، الفيرال خمت والاميون سيستم راح بيته الحمد لله نام، الليفر كويس دو نوت تريت. المرحلة الرابعة وهي اميون ري اكتيفيشن، عشان بيحصل ري اكتيفيشن اوف ذا فيروس، الفيروس نشط نتيجة ضعف الاميون سيستم، وراح جاي الاميون سيستم قام له بقى مرة تانية عشان خاطر يموت الفيروس وموت هيبوتسايتس، بيحصل انكريز اوف ليفر دامج، عشان كده يو شود تريت. فاحنا ذاتس واي احنا لازم مهم جدا فول اب ويز اي ال تي ويز دي ان اي ليفل، والحاجه الثالثه الليفر بايوبسي، عشان خاطر لو لقيت اي حاجه من الماركرز دي عالي زي ما قلت لكم يو هاف تو تريت ذا بيشنت. اوكي التريتمنت اوبشنز عندنا رقم واحد انترفيرون، في عندنا يعني اول من ضمن الحاجات الاولى اللي استخدموها في علاج الهباتيتس بي فيروس، لكن ايضا بعد كده في عندنا نيوكليوسايد انالوج زي اللاموفيدين والتلبوفيدين، ادويه مشهوره جدا. النيور ايجنتس بقى اللي حققت نتائج احسن واحسن واحسن هي النيوكليوتيد انالوج زي الادينوفوفير والانتيكافيفير. الانتيكافير والاديفوفير ادويه يمكن التورن الساعه كويس جدا، السايد افكت بتاعتها اقل مقارنه باللاموفيدين، والريزيستنس بتاعها اقل مقارنه باللاموفيدين، والريسبونس بتاعها كويس جدا، يمكن حوالي 30 الى 40% من العينين اللي بياخدوا بيدخلوا فيه سيرو نيجاتيف، يعني هيباتيتس بي اي انرجي تحول من بوزيتيف الى نيجاتيف، ولو ان الحمد لله حتى كمان في نسبه 5 الى 10% بيدخلوا بيخفوا تماما، حتى ايفن كمان السيرفس انجن بيختلف. اوكي؟ في كريتيكال سيناريو مهم عايز هنا عايز اتكلم عنه. واحد عنده هيباتيتس بي و الحمد لله في الكرونيك كارير ستيت اللي هي المرحله اللي احنا قلنا عليها اميون كنترول. في اميون كنترول كافي شر وخيره والحمد لله الامور عنده كلها ستيبل ملوش علاج، بس لسبب ما العيان ده محتاج ياخد اميون سبريسف، جاله مثلا لينفوما وانت محتاج تدي كيمو ثيرابي بروتوكول سبيشال فيريتوكسيماب ولا حاجه، او جاله اي تي بي ومحتاج تدي بروتوكول في ستيرويدز، او عنده انفلاماتوري باول ديزيز ومحتاج تديله انتي تي ان اف. هاو تو تريت ذيس بيشنت، خلي بالكم ان هذه الادويه اللي هي اميون سبريسيف زي الكيموثيرابي وزي الاستيرويدز وزي الريتوكسيماب والانتي تي ان اف متوقع تعمل ايه في العلاقه ما بين الاميون سيستم وما بين الفيروس؟ هتخمد الاميون سيستم، فلما بيخمد الاميون سيستم الفيروس هينشط، فلما ينشط الفيروس انت بتعلي الفيرال لود عنده جدا 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 وبيعمل دامج في الهيباتسايتس. عشان كده مهم جدا قبل ما تدي الادويه دي تعمل العيان دوت هيباتيتس بي سيرفيس انجن وسيرفيس انتي بادي، لو كور انجن او كور انتي بادي سوري، لو لقيت حاجه عنده ماركر اوف كرونيك هيباتيتس لا اقف بقى استنى كده شوف الفيرال لود بتاعك، لازم تبدا العيان دوت تديله تريتمنت المجموعه كويسه جدا اللي بيديها في العيان في الحالات اللي زي كده، هو الانتيكافير او الاتيفوفير. الانتيكافير بيستخدم بشكل اكتر لان التورن ستار كويس جدا، وتفولو اب الدي ان اي ليفل بتاعه كل شهر او كل شهرين على حسب السكيدول بتاع الكيموثيرابي بتاعه. يبقى لو هتدي عيان كيموثيرابي رجاء بس اميون سبريسرز رول اوت هيباتيتس بي، وهتروح معاها في الكانسر بيشنس ترول اوت هيباتيتس بي، لانك لو اكتشفت ان عنده ده عنده هيباتيتس بي كرونيك كارير ستيت لا يو هاف تو جيف تريتمنت. اخيرا خالص البروفيلاكسيس، البروفيلاكسيس طبعا في الهيباتيتس بي من خلال الايمونيزيشن برنامج التطعيم، لكن هو السؤال هنا هو مين اللي بيطعم؟ الهاي ريسك جروبس، وفي مقدمه الهاي ريسك جروبس الاطباء الغلابه اللي زي حالتنا. ليه؟ انت على طول بتحتك بمرضى ممكن تتشك بابره جرح مشرط، عشان كده ايه احنا كاطباء غلابه لازم رجاء طبعا قبل ما حد يدخل في الميديكال براكتس يكون واخد الفاكسينيشنز، طبعا يتاخد ثلاث جرعات 0 1 6 وبعد كده بوستر دوز كل 5 سنين، ويفضل طبعا انك تقيس هيباتيتس بي سيرفيس انتي بودي ليفل قبل كل بوستر. تمام، لكن كمان من الناس اللي هم هاي ريسك جروبس اللي هم يفضل انك تعمل لهم فاكسينيشن هم الفاميلي كونتاكت او كلوز كونتاكت، يعني واحد مثلا
مراته هو عنده هيباتيتس بي، لا مراته يفضل انها تاخد الفاكسين عشان خاطر طبعا في احتمال انها تصاب طبعا خلال السيكشوال انتركورس، فعشان ما تنقلش وتجيب لاولادها لا يفضل طبعا ايه 3 اشهر الام الزوجه و3 اشهر الزوج، يفضل بس عايش انها تاخد الفاكسينيشن وتمارسوا حياتكم عادي جدا وريجولر فولو اب. البيشنتس اللي هم with chronic renal failure عيان بياخد دم باستمرار بيتحط على مكنه غسيل، ممكن الغسيل ده ممكن يتحط عليه عيان تاني، فلازم تو انشور طبعا عيان عندهم هباتيتس بي او هباتيتس بي لهم مكان مخصص. لو حد سليم لا لازم طبعا تفولو اب وتديله الفاكسينيشن عشان خاطر ما يحصلوش او مش نوت ديفلوب هباتيتس بي فيروس. ايضا العيانين بقى اللي هم ايه يعني سلوكهم بطال شويه زي مثلا الناس عندهم سيكشوال يعني مالتيبل سيكشوال بارتنرز، الحمد لله مش عندنا في مصر يعني، او حتى لو عندنا هيخبي، او الناس اللي هم يعني دراج اي في دراج ابيوزرز اند سو اون. يبقى الاطباء والمرافقين للمرضى، المرضى اللي بياخدوا دم باستمرار او بيعملوا غسيل كلوي باستمرار، والناس اللي سلوكهم اللهم حفظنا يا رب. دي الهاي ريسك جروبز اللي احنا يو هاف تو جيف فاكسين فور ذيس بيشنتس. اوكي وزي ما قلت لكم بيتاخد 0.16 وبعد كده بوست دوز كل 5 سنوات. بصراحة أنا تعبت، خلينا بس ناخد كده بريك 5 دقايق ونكمل بعد كده بدأت سي وبس كده يعتبر يبقى خلصنا إن شاء الله الفاريو بدأت سكول 5 دقايق كده ونكمل. الجزء الأخير إن شاء الله هنتكلم فيه هيباتيتس سي فيروس، وبرضه واحد من الحاجات اللي يعني حصل فيها أبديتس في الـ5 سنين الأخيرة الحمد لله بقى تريتابل فيروس. الهيباتيتس سي فيروس هو سنجل ستراندد ار ان اي فيروس، بس الاستراكشر بتاعه ايضا مش عارف انفلوب، بعد انفلوب في عندنا كابسيد زيه زي الهيباتيتس اي سنجل ستراندد ار ان اي. المود اوف ترانسميشن زي هيباتيتس بي، هو بيبقى بارنترال خلال بلاد ترانسفيوجن، هاويفر انه السكشوال ترانسميشن اقل شويه من البلاد، يعني مش زي هيباتيتس بي او مين من خلال بلاد ترانسفيوجن، وفي نسبه حتى برضو مش عارفين ستيل المود ترانسميشن فيها بيتم ازاي، يعني مفيش كومبليت اجريشن او اجريمنت على المود اوف ترانسميشن، هاويفر اتفاق هو بيبقى بارنترال لكن other modes transmission still فيها some inquiry. The incubation period بتاعته من شهر إلى 5 شهور. ال presentation على حسب برضو احنا بنتكلم في acute infection ولا chronic infection. فبالنسبة لل acute infection زي وزي بقية كل الهباتيتس عندهم برضو some symptoms زي lethargy, fatigue, right hypochondrial pain، ممكن تلاقي جوندس 10%. لكن ايضا من الحاجات الكاركترستيك طبعا زيه زي هيباتيتس بي وجود اكسترا هيباتيك مانيفستيشنز، وجود اكسترا هيباتيك مانيفستيشنز، واجين الميكانيزم اوف اكسترا هيباتيك مانيفستيشنز ان هيباتيتس سي بيبقى ديو تو اميون ديس ريجيليشن، هي الخبطه في الاميون سيستم بيبقى برودوسد باي التعارف ما بين الاميونيتي ما بين الهيباتوسايتس اللي انفيتد باي هيباتيتس سي. الاكسترا باديك مانيفستيشنز في هيباتيتس بي كان عندنا ارثرايتس ودرماتيتس وبول ارثرايتس سندوزا و جي ان وكريدوربينيمي. في حالات الهيباتيتس سي بقى الاكسترا هيباتيك مانيفستيشنز اكتر في عندنا حاجات كيتينيوس زي اللايكن بلانس والبورفيريا كيتينيا تاردا، بالاضافه الى برضو اجين كرايجلوبلينيميا وجلوميرولونيفريتس نيفرايتس، فدول مشتركين ما بين هيباتيتس بي وهيباتيتس سي، لكن اكتر زي ما قلت لكم احنا عندنا حاجات ميكوزال او كيتينس زي اللايكن بلانس والبورفيريا كيتينيا تارتا. وما تنسوش كمان هيباتيتس سي از ريليتد تو نون هودجكن لينفوما، يعني في علاقه ما بين هيباتيتس سي وما بين النون هودجكن لينفوما، سبيشال حاجات زي السبلينك نون هودجكن لينفوما اند اذر نون هودجكن لينفومز. والمونوكلونال جاموباثي، مونوكلونال جاموباثي ده واحد من الديس اوردرز في البلازما سيلز. يبقى اجين الاكسترا هيباتيك مانيفستيشنز في حالات الهيباتيتس سي كانت بتشمل سكين مانيفستيشنز فير كتير تردا بيكوز ذا لايكن بلانس از ويل از جي ان كرايجلوبينيميا، ما تنسوش ايه دول.
الفيب بتاعت الانفكشن، نرجع برضه تاني نفتكر، قلنا في هيباتيتس بي الكبار غير الصغيرين، الكبار 90% بيخفوا و10% بيدخلوا في كرونيك كاريسيت، الصغيرين 90% الانفكت بيدخلوا في كرونيك كاريسيت و10% بيخفوا، تمام؟ وبعدين كان من ضمن اللي بيدخلوا في كرونيك كاريسيت حوالي 40% بيدخلوا في سيروزس، ومنهم حوالي 40% بيدخلوا في اتش اس. يمكن الهباتيتس سي اعنف في الانسيدنس اوف كرونيستي، يعني بدات سي حوالي كان حوالي 70% او 80% من العيانين بيدخلوا في كرونيك انفكشن، كرونيك هيباتايتس، يعني 70 ل 80% من اللي هيجي لهم اكيوت هيباتايتس سي هيدخلوا في كرونيك هيباتايتس. لكن لا زال في نسبه حوالي 20% ممكن تدخلوا في اكيوت انفكشن ويخفوا تماما، يبقى عندهم انتي بادي والامور تخف عندهم، ما عندهمش اي مشاكل تاني، يس. لكن النسبه الاعلى طبعا ان هم يدخلوا في كرونيك هيباتيتس. طيب اللي بيدخلوا في كرونيك هيباتيتس 25% منهم بيدخلوا في سيروزس من خلال 20 30 سنه، والانسيدنس اوف اتش سي سي يبقى حوالي 3% increased annually، يعني السنة دي 3%، السنة اللي بعدها يزيد كمان 3%، اللي بعدها 3%، وهكذا. في عندنا برضو higher incidence for HCC. في تاني ال complications أو الفين، في عندنا 86% من اللي دخلوا بأكيد infection يدخلوا في chronic infection، ونسبة حوالي ربعهم يدخلوا في cirrhosis، وكل تلت كل سنة في نسبة حوالي 3% more increased for risk for HCC. طيب التشخيص، التشخيص عندنا حاجتين خلال الانتيبادي والبي سي ار. الفيرست اللي احنا بنعمله هو الانتيبادي، الانتيبادي بيديتكت الانتيبادي بتاعت الفيروس وتكونفيرم بعد كده بالبي سي ار، اتش تي في بي سي ار. البي سي ار ميزته كمان انك ممكن تستخدمه في الفول اب اوف ذا بيشنت، يعني في الفول اب فور تريتمنت زي ما هنشوف. بره كمان في امريكا عندهم حاجه اسمها جينوتايبنج تيست. احنا عارفين انه الهباتيتس في منه 6 جينوتايبس، جينوتايب 1 و2 و3 و4 و5 و6. بره بيعملوا جينو تايبنج، والجينو تايبنج ده بيزد اون بيحددوا التريتمنت، يعني تريتمنت الاستاديز اللي معموله فيه تريتمنت مور افكتيف مثلا فور جينو تايبنج 1 4 او جينو تايب 2 او حاجه افكتيف جينو تايب 6 اند سو اون. عندنا في مصر الموست كومن هو جينو تايب 2 4، عشان كده حتى احنا مش بنعمل ايه الجينو تايبنج، ان كنت عارف تقريبا في استاد اتعملت ان هم يعني اسسمنت اوف جينو تايبنج فور تريتمنت جايد فور ذا بيشنت، بس عامة الريسبونس فور تريتمنت بتوصل فوق 90%، بس اتس بيتر طبعا تعمل جينو تايبنج للعيانين. نيجي بعد كده التريتمنت، هاو تو تريت هيباتيتس سي. وزي ما قلت لكم ان في الخمس سنين الاخيره حصل تطور كبير قوي في التريتمنت. نتكلم اجين، واحنا بنتكلم في الاكيوت انفكشن ما تعالجش، في الانفكشن سبورتيف تريتمنت وتفولو اب العيان دوت. تفولو اب بعد قد ايه؟ بعد 4 شهور. لو لقيت لسه ستيل بريزستنت اللي عنده بي سي ار، ادي تريتمنت زي بتاع كرونيك ستيت. خلي بالك يمكن ده الفرق الجوهري ما بين هيباتيتس بي وهيباتيتس سي. في الهيباتيتس بي انا كنت بقرر التريتمنت او لا بيزد اون الماركر بتاعت البيشنت نفسها، هل في عنده ليفر سيل دامج ولا لا. ليه؟ لان في هيباتيتس بي انا مش بدي كيوراتيف تريتمنت، انا بدي تريتمنت يقلل البيردن اوف ذا ديزيز. اما في الهيباتيتس سي القصه مختلفه، انت بتدي كيوراتيف تريتمنت بتوفر على عيان ريسك فور سيروزز اند اتش سي سي، ذاتس واي ان اي عيان عنده هيباتيتس سي تريت هيم انليس، بس العيانين اللي هم الكبار قوي في السن لايف اكسبكتنس بتاعته محدوده، يعني مثلا في الثمانينات ولا حاجه زي كده خلاص، يعني تاني هو انت كده كده عارف انه بعد 20 سنه يبقى عنده هيباتيتس سي ومش هيكمل ال 20 سنه. طيب المجموعات الدوائيه في الهيباتيتس سي اللي احدثت ثوره في العلاج حاجه اسمها دايركت انتي اكتنج انتي فايرال دراجز، الاورال دايركت انتي فايرال دراجز. الدايركت انتي فايرال دراجز في عندنا 3 مين جروبس، اولهم اللي كان طلع هو البوليميريز انهبيتورز، البوليميريز انهبيتورز او ان اس 5 بي انهبيتور، اوكي، اللي هم زي السوفوسبيوفير واي حاجه بتنتهي ببوفير، اوكي، فده ان اس 5 بي انهبيتور او بوليميريز انهبيتور، اوكي. بعد كده عملوا ان اس 5 اي انهبيتور واللي احدثت ثوره كبيره اللي بتنتهي باسم اسفير زي الداكلاتاسفير والبيفلباتاسفير،
الحاجات دي هي ان اس 5 اي انهبيتور، ودي بتنهبت البروسيس بتاعه الفايرال اسمبلي. وفي عندنا طبعا البروتيزوم انهبيتورز، والبروتيزوم انهبيتورز دول كانوا بيستخدموها اصلا في علاج الاتش اي في، فكان جزء من الانتي اتش اي في دراج. هتلاقيهم بينتهوا ب كلمه بريفير، بريفير. فدول 3 مين جروبس اللي احنا بنستخدمهم في علاج اتش سي في، واللي احدثوا الثوره في الاتش سي في ان ذا وورلد، يبقى اجين في عندنا 3 مين جروبس. اول جروب عندنا اللي هي بوليميريز انهبيتورز زي السوفوسفوبيوفير، في عندنا ان اس 5 اي انهبيتورز حاجه بتي اسفير زي الدكلاتاسفير والفيلباتاسفير، وفي عندنا حاجات بيسموها بروتيوزوم انهبيتورز. والبروتيزوم انهبيتورز دي برضه بتنهبت البروسس بتاعت الدي ان اي سينسز، او البروتيزوم ده هو المسؤول عن تصنيع الار ان اي بتاع الفيروس نفسه، البروتين سوري البروتين بتاعت الفيروس نفسه. ومن البروتيزوم انهبيتورز دي هي مجموعه بتاعت الانتي اتش اي في، هي اصلا انتي اتش اي في دراجز ان نيتشر زي اي حاجه بتنتهي ببري فيتشر. الريكومنديشنز بقى دي احدث ريكومنديشنز فور تريتمنت اوف اتش سي في. لو انت عندك جينوتايب 1 تو 4 في عندك تو اوبشنز، انك تدي سوفوسبيفير و ليدي باسفير اللي هو الهارفوني، او سوفوسبيفير وداكلاتاسفير عندنا في مصر اسمه داكلانور. طب لو جينوتايب فروم 1 تو 6 ممكن ادي بقى سوفوسبيفير وفيلباتاسفير. اوكي ده من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نديها. طب لو حد اوريدي قبل كده كان خد تريتمنت وللاسف افتر تريتمنت حصل له ريكيرنس اوف انفكشن، يعني في لما حد خد قبل كده دايركت اورال انتي فايرال دراجز وللاسف بعد ما خد الدايركت انتي فايرال دراجز او دايركت اكتنج انتي فايرال دراجز حصل له ريكيرنس اوف انفكشن، ساعتها الفيرست لاين فور تريتمنت انك تدي الكومبينيشن او الكومبو من ثلاث ادويه اللي هم سوفوسفوبيفير وفيلباتاسفير وفوكسي لابيريفير. واحد فيهم بيشتغل على بوليميريز انهبيتور، واحد بيشتغل ان اس 5 اي انهبيتور، واحد بيشتغل بروتيزوم انهبيتور اللي هو اسمه في السوق فوزيفي. اوكي ده بستخدمه لو حد اوريدي حصل قبل كده اي جينوتايب فروم جينوتايب جينوتايب 6 وحصل له بريفيس اكسبوجر وافتر تريتمنت ما كانش يدخل فيه سستيند فيرولوجيك ريسبونس او حصل له ريكارنس بعدها بفتره، لا ساعتها ممكن اجرب هذه الادويه. طيب الجول فور تريتمنت بتاعك انا بدي العلاج لمده قد ايه؟ المفروض بدي العلاج لمده من 3 شهور الى 6 شهور على حسب طبعا برضو الليفر كونديشنز بتاعتنا. كان عامة الستاندرد بحوالي 3 شهور واتشيك بعد كده حاجة اسمها sustained virologic response أو الاس في ار. الاس في ار معين بعد 3 شهور بعد ان هو 12 اسبوع بشوف الار ان اي بي سي ار بتاعه، لو البي سي ار بتاعه الحمد لله نيجاتيف معناه حصل كومبليت response فور تريتمنت يبقى خلاص توقف العلاج وتفول اب بعد كده ببي سي ار كل فترة. والادويه الجديده دي يمكن الريسبونس ريت فور اس في ار بتعدي 90%. طبعا يعني حاجات هيستوريكالي، يعني هيستوريكالي زمان كانوا بيدوا الانترفيرون مع الريبافيرين، ولغايه لما ظهرت بقى النيور دراجز اللي هي دايركت اكتنج انتي فايرال دراجز غيرت الملعب خالص بتاع التريتمنت اوف اتش سي في. النقطة الأخيرة بس في الاتش سي في اللي كنا قلت لكم عليها وعايز أأكد عليها أكتر من مرة، إن هي عندهم اتش سي في كرونيك انفكشن، مهم جدا إنك تدي لهم فاكسين، الفاكسين بتاعت هيباتيتس بي والفاكسين بتاعت اتش اي في. ليه؟ لأن لو حصل لهم سوبر انفكشن هيباتيتس اي أو هيباتيتس بي هيؤدي إلى اكيوت دامج في الليفر، ممكن يدخل فيه حتى في فورمنت هيباتيتس او يسرع من البروسيس بتاع السيرس. اوكي يبقى كده اتكلمنا عن الهيباتيتس سي فيروس اجين، هو سنجل ستراند ار ان اي فيروس بيتنقل بارنترال، ممكن بلاد اكتر من سيكشوال، برزنتيشن طبعا على حسب الاكيوت زي ما قلنا، لكن الكورونيستي قلنا 60 الى 70% 60 الى 80% حوالي 70% من العيانين بيدخلوا، ثلاث ارباع العيانين بيدخلوا في كرونيك ستيت، منهم ربعهم بيدخلوا في سيروزس، في زيهم بيدخلوا
في اتش سي سي. التشخيص بيبقى من خلال الانتي بادي سيرولوجي، لو بوزيتيف اتشيك او اتاكد باي بي سي ار. طب هاو تو تريت؟ بدي طبعا النيور دراج اللي هي دايركت اكتنج انتي فايرال. جينو تايم 1 ل 4 ممكن تدي سوفوسفير مع فيلبتاسفير او داكلاتاسفير او ليدبسفير. لكن 1/6 بدي فيلبتاسفير، طبعا لو حصل له اكسبوجر قبل كده بدي الفوزيفي اللي هو يعتبر ترايو كومبينيشن. فبقى هنتكلم بقى عن انواع ليس كومن من الهيباتيك فيروسز. حكينا عن هيباتيتس اي، هيباتيتس بي، هيباتيتس سي. تعالوا بقى نتكلم حاجه كده، بس تيجي واحده فيهم ام اس كيو ولا حاجه. الهيباتيتس دي فيروس، الهيباتيتس دي فيروس هو اكشوال انكومبليت فيروس. يمكن اهم كلمه فيه هو كلمه انكومبليت فيروس، يعني هو لوحده ما يقدرش يعمل انفكشن، لا لازم يبقى with هيباتيتس بي. لازم يعمل انفكشن، يعمل انفكشن with هيباتيتس بي. زي ما نشوف في سيناريو من اثنين، يا اما كو انفكشن يا اما سوبر انفكشن. يعني ايه كو انفكشن؟ يعني يدخلوا الاثنين مع بعض في الجسم لاول مره، هيباتيتس دي مع هيباتيتس بي، اسمهم كو انفكشن. او سوبر انفكشن يعني واحد اوريدي اصلا عنده هيباتيتس بي وجاله عليه بعد كده هيباتيتس دي فيروس. الترانسميشن زي هيباتيتس دي برضو بلاد او سيكشوال. وزي ما قلت لكم الانفكشن ممكن تبقى حاجه من الاثنين، يا اما كو انفكشن يا اما سوبر انفكشن، بس لازم يتطلب وجود الهيباتيتس بي. طب البروجنوزس، يمكن حالات الكو انفكشن ابسط بكتير الحمد لله من حالات السوبر انفكشن. يعني في الكو انفكشن حوالي 80% من العيانين بيخفوا، لكن في حالات السوبر انفكشن للاسف دول بيبقى لهم الورست بروجنوزس، لانه بيزود من بروجريشن اوف سيروز اند بروجريشن اوف اتش سي سي. وعلاجه بانك تكنترول الهيباتيتس بي فيروس زي بقيه العلاج بتاعنا بتاع الهيباتيتس بي فيروس نفسه. يبقى اجين الهيباتيتس دي ده عباره عنه ان هو انكمبليت فيروس لوحده ما يقدرش يعمل انفكشن، لازم في وجود الهيباتيتس بي بطريقه من الاثنين، يا اما كو انفكشن يا اما سوبر انفكشن. والبروجنوز بتاع السوبر انفكشن اسوء من الكو انفكشن. طبعا بعد كده نتكلم عن هيباتيتس اي. هيباتيتس اي اخو ايه بالظبط؟ فهو برضه سنجل ستراند ار ان اي فيروس، المودس ترانسميشن بتاعه فيكو اورال زي ايه بالظبط؟ وبيجي في الناس الترافلرز ان انديميك ارياز زي ايه بالظبط؟ البرزنتيشن برضه سيلف ليميتنج زي ايه بالظبط؟ لكن تيك نوت هنا في الهيباتيتس اي انه الانسيدنس اوف فولمنت هيباتيتس بيبقى اعلى سبيشالي ان بريجننت فيميلز. يعني هيباتيتس اي لو جه لواحده بريجننت فيميل ففي عندنا هاير انسيدنس تو ديفلوب اكيوت فولمنت هيباتيتس. والبريجننسي نفسه حاله من الحالات اللي بيبقى فيها سم اوتو اميون ديستريجريشن، خلاص انت عندك انتيجنز بتاع البيبي جوه الومب او جوه الرحم بتاعت الام، فبيعمل اميون ديستريجريشن. والاميون ديستريجريشن ده ممكن يؤدي الى سم سورت اوف هيباتيتس. يعني طبيعي انه حتى الاكتيفيشن اوف هيباتيتس ديورنج بريجنسي زي الاكيوت فاتي ليفر اوف بريجنسي وحاجات زي كده، في حاجات كتير قوي، والهيلب سندروم ولا بتحصل ديورنج بريجنسي. ليه الليفر بيبقى افكتد في الحاجات دي ديورنج بريجنسي؟ عشان خاطر البريجنسي سندروم حاجات بيبقى فيها اصلا اميون ديستريجريشن. فلما بيحصل انفكشن سبيشال ويز هيباتيتس اي ديورنج بريجنسي بيزود اللود على الليفر اللي ممكن يؤدي الى ديفيوز دامج اوف هيباتوسايتس اللي احنا بنسميه فولمنت هيباتيتس. ايضا الهيباتيتس اي من ضمن الحاجات اللي ليها اكسترا هيباتيك مانيفستيشنز، ايضا هنا بيعمل ارثرايتس. خلي بالكم بقى بيعمل ايه؟ بانكرياتيتس، وبيعمل كان نيورولوجيك انفكشنز، جليان بري، ومنينج انفلانس. يعني مش بس الهيباتيتس اي بقى ليه ايضا افكت على الليفر، لا ده هنا بيعمل اكسترا هيباتيك مانيفستيشنز. والاكسترا هيباتيك مانيفستيشنز هنا بتبقى من خلال الفيروس نفسه او من خلال طبعا انتي بادي ميديتد. ما تنسوش البانكرياتيتس، بانكرياتيتس ونيورولوجيك complications of extra hepatic manifestations of hepatitis E virus. التشخيص بتاعه زي ايه بالظبط؟ هو اخو الايه من خلال الاي جي ام، والعلاج بتاعه اخو الايه supportive treatment. لو عيان دخل فيه فورمنت هيباتيتس يبقى اي سي يو، تدور على ترانسبلانتيشن، وهنتكلم ان شاء الله مرجع عن فورمنت هيباتيتس. اخر نوع خالص الهيباتيتس جي. المعلومه بس عايز اقولها، الهيباتيتس جي هو الهيباتيتس جي not known to cause liver disease. ما فيش عندنا اي ايفيدنس الهيباتيتس دي، اهو هيباتيتس دي في الليفر لكن داز نوت كوز ليفر، سواء كان اكيوت او كرونيك ليفر ديزيز، ملوش دعوه خالص، افكت داز نوت افكت الليفر. دي بس عارفينها فور ام سي.
كده الحمد لله خلاص خلصنا كلامنا عن الفيرال هيباتيتس كلها، الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله المره الجايه نكمل عن other types of acute hepatitis، ونتكلم ان شاء الله كمان عن الكرونيك hepatitis، ونختمها ان شاء الله بالحديث عن السيروس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيه. حد لأي اي سؤال او استفسار يبعث لنا اما على الجروب او على الويب سايت، وما تحت امركم ان شاء الله سبحانه وتعالى. التوفيق جميعا. دكتور احمد، دكتور احمد تفضل. لو سمحت بعد اذنك، بالنسبه لحضرتك كنت قلت الجينوتايب 3 وكان موجود